رئيس شبكة المنظمات الأهلية وعضو سكرتارية اللجنة الوطنية لقانون الضمان الاجتماعي السيد منجد أبو جيش. يسعد صباحك أستاذ منجد. صباح الورد والياسمين. يعني بعد فتح المجال أمام الحوار وإعادة جملة من الاعتبارات والتوصيات اللي خرجت فيها الأصوات الفلسطينية في الشارع الفلسطيني في عدة مظاهرات، الآن نسمع أن هنالك دعوة لتجديد وتكريس هذه الفعاليات الاحتجاجية. هل ترى أي جديد؟ هل أن سقف الحوار لم يكن بالصورة المطلوبة؟ لم يتم شمولية لكافة الأطراف المشاركة؟ صباح الخير. صباح الورد. في 21/4 قررت الحكومة الفلسطينية في جلستها تشكيل لجنة للحوار مع جميع أطراف المحتجة على قرار بقانون الضمان الاجتماعي، ووضعت سقف لهذا الحوار مدته 6 أسابيع. مضى 2 أسابيع أو أكثر على هذا الموعد ولم تتحرك الحكومة بشكل جدي للبدء بعملية الحوار. التقت مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي وجرت حوار مع الكتل البرلمانية، اتصلت في الحملة وحددت 9/5 يوم اجتماع مع الحملة. مطالب الحملة أن يكون الحوار حوار جماعي ليس فردي مع الأطراف كلهم على حدة، والفعاليات الحملة لا تتعارض مع الحوار. الفعاليات مستمرة سواء المظاهرة المنوي عقدها في 10/5 أمام مجلس الوزراء للتأكيد على مطالب الحملة والمطالب في التعديلات على القانون، والحملة استجابت لموضوع الحوار ولكن لها ملاحظات على منهجية الحوار. إذا بدأت الحكومة بالحوار جميع الأطراف فيها مخططة لحوار 24 طرف، عندما تحاول أن تحاور 24 طرف لذلك لا تنهي هذا الحوار لا ب6 أسابيع ولا ب6 أشهر. فنلاحظ أن منهجية الحكومة في موضوع الحوار ليس جدية وليس صحيحة. يعني وصلنا هذا الرأي للجنة الوزارية وسنجلس معهم في 9/5. المكونات الأساسية التي تمثل العمال ومن يناصر العمال سنجلس وسنبلغكم أن موقف الحملة والمكونات الأخرى في ملاحظات على منهجية الحوار والتأكيد على مطالب الحملة العازلة في تعديل القانون. طيب سيد منجد، هل الحديث عن الفترة الزمنية التي طرحت لإعادة فتح الحوار فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي ليست كافية بناء على تعدد الأطراف؟ هي ليست كافية، والموعد والمدة ليس مقدسا. احنا نطالب بمدة كافية لإنجاز الحوار. في النهاية الحملة تريد قانون اجتماعي عادل، قانون اجتماعي منصف، قانون اجتماعي يخدم الموظفين ويخدم من ينضم له من العمال من الشعب الفلسطيني. وأعتقد أن يعني سقف الحوار 6 أسابيع غير كافي، ولكن يعني غير مقدس. نستطيع أن نتناقش على هذا الموضوع. الأهم إنجاز الحوار. طب خلال الفترة الماضية من خلال ما أجري من حوار وحتى وإن كان بشكل فردي ولا يتبع للمنهجية التي تتطلعون إليها، هل أحرز تقدم في نقاط معينة؟ حتى الآن مع اللجنة الوزارية لم يبدأ الحوار بشكل جدي. إذن على ماذا تركزت اللقاءات؟ اللقاء بين اللجنة الوزارية، واللقاء الوحيد الذي حدث بين اللجنة الوزارية والكتل البرلمانية. الحملة عقدت أكثر من اجتماع مع الكتل البرلمانية. كان بالأمس اجتماع موسع مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وهناك تطابق بين مواقف الحملة والمكونات الأخرى والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي. عندما كلف وزير العمل بقيادة فريق الحوار أجرى مقابلتين تلفزيونيات، وكان وزير العمل يعني أعطى إشارات غير إيجابية في موضوع الحوار، حيث يعني عرض أن كثير من المحتجين على القرار بقانون يعني ليس لديهم العلم الكافي ولا الخبرات الكافية في موضوع الضمان الاجتماعي، ودخل في عدد من التفاصيل التي تعطي مؤشرات أن وزير العمل كرئيسا للجنة الحوار يعني ليس لديه يعني بوادر إيجابية في موضوع الحوار. لذلك قررنا أن تستمر نشاطات الحملة المختلفة في المحافظات،
وفي المركز، وستتوج باعتصام 10-5 الساعة الواحدة أمام مجلس الوزراء. ولكن المطلب هذه المرة مش الحوار والبدء الحوار، المطلب التأكيد على المطالب الحمل العادل في موضوع التعديلات، لأنه الحوار نعتقد يعني في مؤشرات لبداية الحوار، حتى جلسة 9-5 مع اللجنة الوزارية تعتبر بداية الحوار بين اللجنة الوزارية وبين الحملة والمكونات الأخرى. هناك تنسيق بين جميع المكونات الحملة مع المكونات الأخرى. نأمل يعني أن يبدأ الحوار ب9-5، ونأمل أن تبقى أنشطة الحملة مستمرة للضغط على اللجنة الوزارية في المطالب التفصيلية للحملة. نعم، ونحن سنكون على مقربة من تفاصيل هذه الفعاليات واللقاءات التي نأمل بالتأكيد أن تطرح جملة من التعديلات الواضحة في قانون الضمان الاجتماعي الذي خرج بصيغته الحالية. أشكرك جزيل الشكر رئيس شبكة المنظمات الأهلية وعضو سكرتارية اللجنة الوطنية لقانون الضمان الاجتماعي السيد منجد أبو جيش.